ممكن يكون ايش السبب؟ اول حاجه في البدايه هذا اسمه هبوط ضغط دم موضعي او postural hypotension. هذا بيحصل ايش؟ لما تكون قاعد لفتره وبعدين توقف يحصل معاك دوخه، لانه بيحصل هبوط في ضغط الدم. وفي الغالب ايش اللي بيحصل؟ بيحصل انه ضغط الدم اللي فوق ممكن ينزل 20 وضغط الدم اللي تحت ممكن ينزل 10. يعني السيستوليك ينزل 20 والدايستوليك ينزل 10 وممكن تستمر لمده 3 دقائق. طيب ايش من اهم الاسباب؟ طبعا الاسباب كثيره جدا، بس اذكر لك اهم الاسباب هنا. زي انت لما توقف بسرعه بتجيك دوخه بسبب فقر الدم او بسبب هبوط الدم. اول حاجه فقد السوائل من الاسباب، يعني عدم شرب السوائل بكميه كفايه. شيء ثاني يكون في نزيف. شيء ثالث استخدام بعض المدررات، يعني واحد بيستخدم مدررات او بيتبول بزياده. شيء رابع يكون عندك فقر دم، او يكون بتستخدم بعض الادويه اللي هي ممكن تكون الادويه النفسيه، او زي ما قلنا الادويه اللي هي مدرره للاملاح اللي من تطلع بتنزل معها السوائل. فهذا اسمه ضغط الدم الموضوعي. كيف بنعالجه؟ بنعوض السوائل، بنعوض فقر الدم، بنعوض الاملاح. وفي البدايه لما نتغير في الحركه بنحاول ايش الواحد انه يتحرك، بعد ما يقعد يوقف بعد شويه، يعني ما يكون الحركه سريعه لين ما يعوض الامور هذه وبعدين